لك مسيرتنا وربان سفينة نهضتنا وقدوتنا ووالدنا قادم الحرمين الشريفين، كم نتوق دائما للامتثال بين يديك الكريمتين، نسعد بلقاء العطاء المتجدد الذي اعتدنا عليه دائما. اليوم نحتفل برعايتكم الكريمة حفظكم الله لهذا العرس الرياضي التاريخي في إطار ما عهدناه دوما من رعاية ودعم وعطاء لكل من ينتمي لهذه الأرض الطيبة. مرحبا بكم خادم الحرمين الشريفين بين أبنائكم شباب هذا الوطن الغالي في لقاء لم ولن ينقطع بمشيئة الله. إن رياضيي هذه الأمة يتوقون رعاكم الله لهذا اليوم ليجددون البيعة لقائد مسيرتهم وراعي نهضتهم، بيعة الانتماء والحب والولاء، وليؤكدون دوما أنهم عند شرف المسؤولية والثقة الغالية التي أوليتموها حفظكم الله لهم لرفع راية بلدهم في كل محفل. إن ما يعيشه قطاع الشباب والرياضة في المملكة اليوم من نهضة تنموية شاملة ومن حضور مميز على كافة الصعد لم يكن وليد مصادفة أو ضربة حظ، إنه نتاج عقود من التخطيط الواعي والإمكانات الضخمة والعمل الجاد وروح الانتماء التي تميز شباب هذا الوطن الغالي الذين سابقوا الزمن فسبقوه إنجازا وتواجدا وتتويجا. إنما قدمتموه يا خادم الحرمين لأبناء هذا البلد الطيب، ها أنتم تحصدون ثماره تفوقا لأبنائكم وشموخا لراية بلدكم، وجيلا قادرا على مواكبة كل مستجدات العصر بوعي ومثابرة وقدرة على الإنتاج والإبداع والعطاء. مشاهدين الكرام، بالطبع إنما تعيشه الرياضة السعودية اليوم من تفوق وحضور وإنجازات كان نتاج جهد وعرق وعطاء رجال تفخر بهم هذه الأرض الطيبة على مر الأجيال. إن الرياضة السعودية تدين بالعرفان والفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى فقيد هذه الأمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله، الرجل الذي صنع مجد الرياضة السعودية ونجح في ترسيخ قواعد شموخها ونهضتها. إننا اليوم في عرس الشباب والرياضة نتذكر فقيدنا الغالي وداعين الله العلي القدير أن يثيبه خير الجزاء وأن يجعل ما قدمه لبلده ولأمته في موازين حسناته. وحضورهما المميز في سماء البطولات السعودية والخارجية، فالعميد الاتحادي وفارس نجد